بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. على روح فقيدنا الذي اجتمعنا من أجله الليلة، فلنقف وقفة صمت على روحه الطاهرة. أيها الحفل الكريم والجمع الطيب، هذا الحضور الذي اجتمع اليوم لتأبين فقيدنا الراحل الذي فارقنا دون أن يودعنا، ذلك الفقيد الذي يعبر لكل منا إما أخا أو أبا أو صديقا أو رفيقا، ذلك الإنسان الذي رحلت روحه الطاهرة في يوم حزين من شهر سبتمبر لهذا العام، المناضل الراحل عبد الرحمن النعيمي. أولى فقرات الرثاء والتأبين كلمة لعائلة المناضل الراحل تلقيها بالنيابة هدي كمال الدين. كلمة أسرة رفيق دربكم النضالي عبد الرحمن النعيمي سعيد سيف. الراحل الذي لن ترحل ذكراه، وكأن أغنيس يعبر عن حاله حين قال في إحدى قصائده: سأل الحياة متى تكونين صديقة لي؟ قالت: حين يكون الموت صديقا لك. رجل وضع نصب عينيه قضية هي محور صراعنا وخلاصنا، فلسطين التي أدمت قلبه كل صباح، وإن رسم الأمل ابتسامة على وجهه، وإنما كانت وجهته مسيرته النضالية كانت بوصلته تشير دوما لفلسطين. وكلمة صدق للعدو قبل الصديق فكسب احترام الجميع، وأضفى قيمة لوجودنا باحترام الإنسان أينما كان. فموت الجسد مسألة مادية، فهو تراب هذه الأرض، هو منها وإليها، بينما قيمته المعنوية أمر عظيم عند العباد وخالقهم، عند كل من يبصر تلك القيم ويفهم معناها. هكذا نختزل سيرة فقيدنا بعبارات ثلاث: قضية، كلمة صدق، وقيمة إنسانية. عبد الرحمن أبو الأمل الخالد فينا، مر ومضى كنور شهاب صاحب في ليلة ظلماء، مخلفا وراءه بصيص ضوء ناذر حالم بإشراقة نجمة صبح في سماء صافية لا تلبدها غيوم سوداء عقيمة، باسما لرفاق دربه، فهم نجوم ستنير درب مسيرة شرفاء الوطن التي باتت خيوط شروق شمس عزتها. شكر الله سعيكم وأحسن عزاكم. التحق بالعمل السياسي منذ العام 1961 في حركة القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية في البحرين، حيث أصبح أميناً عاماً لها منذ العام 1974، ثم قاد عملية تأسيس أول جمعية وطنية تضم كافة أطياف التيار القومي والتقدمي عام 2001، وأصبح أول رئيس لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في أكتوبر 2001. لعبد الرحمن النعيمي ذلك السيف السعيد والأمل المتوعد،
سيرة نضالية حافلة نسردها لكم من ذاكرة رفيق دربه المناضل البحريني حسين موسى أبو منصور عبد النبي العكري. ولد عبد الرحمن محمد النعيمي في عام 1944 في مدينة الحد. في المرحلة الجامعية وبشكل مبكر تجسدت شخصية المناضل أبو أمل في شتى أشكالها الشخصية الوطنية والقومية النقابية والحزبية. فكان في إدارة رابطة طلبة البحرين في لبنان تارة وقياديا في حركة القوميين العرب تارة أخرى. وبقدر التصاقه بالهموم الطلابية والوطنية في البحرين كان أيضا ذا اهتمام كبير بالقضية القومية والقضية الفلسطينية وقضايا الساحة اللبنانية الموجود فيها. تخرج من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 1966 حاصلا على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. عمل مهندسا في محطة الكهرباء بالجفير في البحرين لمدة سنتين، وتعرض للاعتقال بعد الإضراب الشهير لعمال الكهرباء، واضطر بعدها إلى مغادرة البحرين في نهاية العام 1968. ففي الوقت الذي كانت جميع الأبواب مفتوحة أمام هذه الشخصية المناضلة للترقي ونيل المناصب العليا بسبب الجامعة التي تخرج منها وتخصصه في الهندسة، في وقت كان الاختصاصيون أمثاله يعدون على الأصابع، ومن جانب آخر انتمائه لعائلة معروفة، إلا أنه أكد بأن الانحياز لا يكون إلا للوطن ولشعبه، فترك كل ذلك خلف ظهره واتجه للنضال مخاطرا بحياته في قضية آمن بها، وبيقين راسخ بأن تحرير عمان من الاستعمار البريطاني مدخل لتحرير الخليج كله من الهيمنة الأمريكية والبريطانية. أخذ عائلته معه إلى حيث المخاطر. أخذها إلى حوف القرية اليمنية الحدودية مع ظفار، حيث شظف العيش وخطورته تحت القصف الجوي والبحري والبري. عاش أبو أمل في ظفار وسط مخاطر الحرب، وتنقل سرا بين إمارات الخليج محفوفا بمخاطر الاعتقال والتصفية. ومن موقعه القيادي في الحركة الثورية عمل بدأب لتوحيد الجبهة الوطنية لتحرير عمان والخليج العربي وقاعدتها عمان الشمال، والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي وقاعدتها ظفار، وتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي. ولم يكن طموحا لتسلم أي موقع قيادي فيها. ناضل أبو أمل على كل الجبهات في صفوف الجبهة الوطنية لبناء الجبهة الشعبية في البحرين والمنظمات المرتبطة بها، وعمل على وحدة المعارضة اليسارية والإسلامية، وعلى بناء وتعزيز المنظمات الأهلية كالاتحاد الوطني لطلبة البحرين واتحاد عمال البحرين. لقد كانت له قدرة تنظيمية كبيرة بحيث أمسك بخيوط التنظيم في البحرين وما يتفرع عنه من منظمات عمالية ونسائية وطلابية وشبابية، وهو ما أسهم في استمرار التنظيم ومنظماته رغم الضربات المتتالية لجهاز المخابرات ورغم الانهيارات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية وإغراءات السلطة. ظل بيته مزاراً لكل البحرينيين الزائرين للشام، وكم من الرفاق نام في بيته وعايش عائلته. هنا أيضا كبرت عائلة أبو أمل وأضحى لدى الوالدين عبد الرحمن ومريم، أمل، خالد، وليد، سلوى وعائشة، وتلقى هؤلاء تربية حانية رغم صعوبة الظروف، وتخرجوا كلهم مؤهلين تأهيلا عاليا وكونوا عائلات سعيدة. كان أبو أمل من الشخصيات الصارمة في العلاقات الحزبية السرية حينها، وترافقت تلك الصرامة بإنسانية قل نظيرها في التعاطي مع من يحيطون به سواء كانوا متفقين معه أم مختلفين، وحرص دوما على إقامة الصداقات الودودة مع زملاء دراسة البحرينيين والعرب. وفي كل تلك الأوقات كانت اهتمامات أبو أمل تنطلق من البعد الوطني في البحرين، إلا أن أفقها كان يصل
إلى الخليج الوطن العربي بل والعالم، حيث تابع الساحة النضالية في الخليج وأسهم في تجربة العمل المشترك للقوى الوطنية في الخليج والجزيرة العربية، وقدم خبراته وإمكانياته التنظيمية للمنظمات والمناضلين، وهو ما ألب عليه الأنظمة الخليجية ونال منها حظه من الغضب. أما على المستوى القومي فكانت دمشق حينها موئلا لقوى المعارضة من المغرب حتى البحرين، وعلى تماس مباشر بالقضية الفلسطينية وساحات لبنان والأردن والعراق وتركيا، ونشط أبو أمل في تلك الساحة ونسج علاقات نضالية مع قيادات ومناضلين من كل تلك الفرق، فكانت شخصيته محل تقدير بشكل خاص من مختلف قيادات الفصائل الفلسطينية مع إجماع من قبل منظمات المعارضة العربية. ولذلك كان في معظم الأحيان يكلف بإلقاء كلمة حركة التحرير العربي في المناسبات والناطق باسمها في المواقف. لم يكن هذا الدور العربي النضالي دون ثمن، وكلنا يعرف الثمن الذي دفعه أبو أمل على من يفترض أن يكونوا حلفاء حين عارض علناً انسياقهم بالمعسكر الأمريكي على حساب المصلحة القومية، إلا أنه في كل حالاته كان وظل محل احترام من قبل خصومه كما أصدقائه. بعد عودته إلى الوطن الذي طالما حلم وحلم به مئات من المناضلين المنفيين، لم يسعى أبو أمل إلى منصب أو مغانم، فكانت البلاد حينها تعيش حلم المشروع الإصلاحي والأيام الأجمل التي لم نعشها بعد. كانت الفرصة سانحة لتحول تاريخي ينهي معاناة شعب البحرين ويؤسس إلى نظام ديمقراطي. في صبيحة الأول من شهر سبتمبر لعام 2011 انتقل عبد الرحمن النعيمي إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض الذي غيبه 4 سنوات، تاركا لنا فيضا من سيرته الحافلة وحلم مشروع وطني وقومي وإنساني لم يكتمل بعد. ما سرد من مشاهد كانت من نسيج ذاكرة رفيقه المناضل عبد النبي العدلي. أما الكلمة التأمينية التالية يتفضل بها رفيق المناضل الأستاذ ماجد شبر من العراق، فليتفضل. أنا لم أحضر كلمة، وإنما مواقف معينة عشتها مع أبو أمل فترة زمنية طويلة. وجدته إنسان بكل معنى تعني هذه الكلمة، إنسان بمواقفه وأخلاقه وتعامله وتفانيه. أذكر محطتين في خلال المناقشات اللي كانت تدور بين الجبهة والحكومة البحرينية. فعندما صدر العفو عن مجموعة المناضلين البحرينيين بالعودة، كان هناك مجموعة ما لم يتم سرد أسمائهم، فرفض العودة إلى أن يتم عودة جميع المنفيين إلى البحرين، رغم كل المغريات ورغم كل الضغوط ورغم الوضع اللي كان يعيشه في سوريا وفي لبنان. وعندما عاد إلى البحرين في إحدى المرات استدعي من قبل ملك البحرين، وتم عرض بيت إليه ولرفيقه عبد النبي العكري أن يكون هدية، فرفض حقيقة السلم. قال لي إحنا نستلم جبهة كل الرفاق اللي موجودين في الجبهة يستلمون. في موقف إنساني كبير تجسد حقيقة عندما اعتقلت، فهو كان الحلقة الأساسية في أن يعني يكون المنقذ إلي في فترة زمنية كان جدا خطرة، فبذل مجهود كبير واتصل في جميع الجهات حتى تم إطلاق سراحي في نفس الزنزانة اللي كان هو معتقل فيها في سوريا. بعد ما أخذ الموقف في حينها كان موقف نادر حقيقة، عندما عارض الهجوم الأمريكي سنة 1991 على العراق
فصدر البيان اللي في مجلة الأمن اللي كان مصدرها في البحرين في بيروت، وعلى ضوءها أعتقد فمواقف إنسانية يجسدها حقيقة في كل يوم وفي كل لحظة. عندما كان يأتي إلى بيروت وكان في شدة الصراع بين القوة اليمن في صراع بين الشمال والجنوب، فهو كان دائما يبذل أيام وأيام، وكان يلتقون حتى في بيتي في شقة في بيروت، كان يجمع الأطراف ويحاول أن يكون قاسم مشترك في كثير من القضايا حتى يجد حل. وعندما عنت الحرب بين اليمن، أتذكر أن أجا إلى بيروت وكان يطالب من مكان إلى مكان ويسعى بكل وسيلة أن تقف الحرب وأن تقف قتل الأخوان لبعضهم بعض. مواقف إنساني، هذا إنسان حقيقة عظيم، يعني ليس فقط فقدناه كصديق ورفيق وإنسان ثوري وقومي وعروبي بكل ما تعنيه الكلمة، يعني الخسارة مالته كبيرة. في آخر لقاء لي مع قبل مرضه بأيام وجدته كان وهن على وجهه، فقلت له أبو أمل يعني ألا تستريح تأخذ قسط من الراحة؟ قال لي ماجد الطريق طويل وإحنا يمكن علي موقف أخذ راحة إلا أن وصل الطريق. أعتقد أنه طريقة طويل ولا زال رفاقة في البحرين وفي خارج البحرين من المغرب إلى المشرق، أصدقاء شخصي، مجموعة كبيرة من الأصدقاء من المغرب، الجزائر، تونس، في كل مكان له أصدقاء، وكان حقيقة قلب واسع وعقل مفتوح للجميع. رحم الله أبو أمل، رحم الله كل الناس الذين فقدوا هذا الشخص الطيب الكريم، ورحمة الله على الجميع. شكرا. شكرا للأستاذ ماجد شبر على هذه الكلمة التنبيهية المعبرة. يقول عبد الرحمن النعيمي في إحدى مقالاته واصفا الوضع في البحرين: على الحكم أن يقرر هل يريد مصالحة حقيقية، هل يريد ديمقراطية حقيقية، هل يريد مملكة دستورية حقيقية، أم يريد أن يضحك على الناس ويستمر في الطريقة القديمة بخطاب جديد وتوزيع الوعود على الناس وتشكيل الوفود والبهرجة الإعلامية وحصار المعارضة إعلامية، أي بلباس جديد يختلف عن سابقه. وكأن ذات الكلمات تصف ذات الحال الذي تعيشه البحرين اليوم. الكلمة التالية لرفيق الراحل الدكتور كاظم الموسوي من العراق، فليتفضل. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، أسعد الله مساكم. غاب عنا اليوم أو في هذه الذكرى عبد الرحمن النعيمي، سعيد السيف، أبو أمل، أبو خالد، ولكن روحه واسمه وذكراه كلها باقية معنا. ها هنا نحن نتذكره ونتحدث عنه وكأنه ما زال بيننا حتى هنا في هذا المغترب في لندن. تعرفت عليه في النصف الثاني من الثمانينات في دمشق في مكتبه الجبهة الشعبية في البحرين، هذه المنظمة التي ناضل أعضاؤها من أجل تحرير الجزيرة والخليج من الاستعمار والاستغلال، من العبودية والتخلف والرهان والارتهان. وكان سعيد سيف كما تعرفت عليه بهذا الاسم بارزا في الكفاح السياسي والفكري، كان اسمه كاهن وبوضوح يدل عن الحركة والنضال الشعبي الوطني القومي الذي أرسى أسس التحول والتغير في أكثر من بقعة عربية. أبو خالد
إنسان حقيقي بكل معنى الكلمة، مناضل عضوي لا يختلف معه أو عليه اثنان، جمع بين خصال المناضل اليومي وسمات المفكر الثوري، بين التواضع والصداقة والمودة والتعاون، وبين فصائل التحرر الوطني العربية. كنت كلما أزوره في مكتبه أجد مظروفاً مكتوباً عليه اسمي، وفي هذا المظروف أوراق ومجلات وصحف عربية، رغم أني أعمل في باحثاً في مركز الدراسات، لكني كنت أجد في هذا المظروف أشياء كثيرة تربطني بين الحركات تحرر المقيمة في دمشق أو التي تزوده بهذه الوثائق، وكنت أغتني بها. وكلما نتحدث عن أخبارنا وهمومنا ومشاكلنا، كان الصديق أبو خالد أبو أمل معينا لنا محاورا ومناضلا ومساعدا في أمورنا وهمومنا ومشاكلنا. وحينما تقرر أن أرحل عن دمشق، أولمني في بيته فعرفني على عائلته، وما زالت هذه اللقطات الصغيرة والسريعة والبسيطة عالقة في ذهني. وتواصلت معه تليفونيا باستمرار لأي مكان أكون فيه، فأجد ذلك الإنسان المناضل الذي تركته إلى أن عاد إلى وطنه. وحينما التقينا أو اضطررنا إلى أن نعود أو نزور البحرين في لقاء، كتبت كلمة في جريدة الراية في 19/5/2007، قلت فيها، سأحاول أن أقرأ بعض الفقرات منها: تلبية لدعوة عاجلة لزيارة البحرين للمشاركة في أعمال المؤتمر القومي العربي كقضية إيجابية بالتأكيد لها أسباب كثيرة بالنسبة لي، منها إضافة إلى حضور المؤتمر والمشاركة فيه لقاء الأصدقاء والرفاق الذين جمعتني بهم الأيام في المنافي وكذلك فرقتني عنهم، فهم عادوا إلى مرابعهم الأولى بين أحضان أهاليهم وناسهم وزوايا الشوارع التي تنشق المرء فيها ترابها وهو يحبو أو يتظاهر أو يخط شعارا سياسيا ممنوعا على حيطانها. وقائمة الأصدقاء كثيرة تملأ مساحات واسعة وتنهال منها أشرطة الذكريات واللقاءات والمواقف، فلا تترك مجالات كثيرة حتى للتأمل بها، آخذاً بنظر الاعتبار سرعة التحولات والتطورات في مختلف المجالات هنا وهناك، وحتى في المؤتمر المزمع المشارك فيه أو البحث عن فرص ولقاءات أخرى. وتفاجأت بأمور غير منتظرة منذ النزول إلى أرض المطار، كما تتشابك أصابع اليدين سمعت أن الصديق الذي تليفونه لم يرد عليه راقداً في مستشفى بالرياض، وأن الآخر انتقل إلى بارئه راضياً مرضياً بعد أن وضع المهمة بموقعها وأشرف على إدارة ماكينة قاطرتها على سكة الأمان. فهل هذا أول قدر؟ طبعاً المقال عنوانه في البحرين بحثاً عن السيفين. تعرفت عليهما باسميهما سعيد سيف وسيف بن علي، ولا حاجة بالسؤال لماذا اختار السيف اسما، فحدود العالم العربي كفيلة بالجواب، وكما هو معروف أو مفضوح لمن انغمس في الشأن العام وخبر تاريخ العسف والإرهاب والدكتاتورية والمنافي البعيدة والقريبة، وربما لهما أسبابهما، لا سيما إذا تطابق لفظا ومعنى وكان له، والأدلة لا تحتاج إلى برهان، فالوقائع كافية ومقنعة. سيف بن علي هو أحمد الدوالي كما سمته عائلته في ذاكرة الوطن والشعب والضمير الحي. سأنتقل من هذه الفقرات عن الرفيق سيف بن علي إلى
الرفيق سيف سعيد سيف. ويخلص كل من يستذكره بما يوفي قسطا من دينه عليه وفاء ومحبة، حتى السيف الثاني الذي شاركه النفي والكفاح من موقعه قال عنه: ترجل أبو قيس بعد نصف قرن من النضال، رحل لم يرحل، فهو باق في قلوب الكثيرين من رفاقه وأصدقائه الذين عرفوه رمزا وطنيا كبيرا وسفرا تتعلم منه الأجيال. هذا كلام عبد الرحمن النعيمي، وهو ما تكرر مثله عنه بمعناه وبالأمنيات له بالشفاء العاجل والعودة إلى الوعد في الأمسية التي أعدتها جمعيته وشاركها فيها مثقفون ومناظرون عرب ممن التقوه أو صادقوه أو جمعتهم به المناهج العربية. وأذكر أن الأخوة الذين اشتركوا في هذه الأمسية عدد غير قليل من المناضلين من مصر ومن السعودية ومن فلسطين ومن سوريا ومن العراق ومن لبنان ومن اليمن ومن الجزائر ومن المغرب، وأسماءهم معروفة وشخصيات ليست في وارد الذكر الآن والكثير. هل مصادفة أن تصيبه هذه الملمة قبيل انعقاد المؤتمر بالبحرين؟ ليست المفاجأة أن تبحث عن السيفين بالبحرين ولا تلتقيهما هناك، وإنما أن تسأل عن آثارهما وتراها في عيون محبيهما وقلوب كثيرين من أصدقائهما ورفاقهما، ويحدو الأمل أن يعود أبو خالد سالما ويواصل المسيرة. في البحرين يغمر الرفاق الأشقاء بمودة ويشاطرون هموم المحنة العربية في كل هذا العالم العربي المحتل والمطوق بأسجة من جدران وسجون ومناف جديدة والمحروس بالبوارج والأساطيل العسكرية الأمريكية وغيرها في مقاه ومقرات ونواد سياسية وخارجية. يقرأ الزائر صحفا عديدة تصدر يوميا ويرى تظاهرة عمالية في الأول من أيار، ويتأمل في التحولات والمتغيرات في تلك الجزيرة الصغيرة العائمة وسط الخليج، ويسمع عن المخاطر والتوقعات والتهديدات بالحروب والعدوان، ويخشى مما تحمله من كوارث جديدة ومآس عاشتها الشعوب وتدفع يوميا الثمن، ويودع البحرين شوقا إلى أيام أفضل وبلد يسعد فيه الأشقاء والأصدقاء بعيدا عن المصائب التي تحيط والأخطار التي تزداد كل يوم والطاعون الجديد الذي يعمل الأعداء على انتشاره حيثما يستطيعون. وأنتقل لأقرأ في هذا الكتاب الذي ألفه عبد الرحمن محمد النعيمي في طبعته الثانية بعض الفقرات لأربط بين قولي عنه أنه كان مناضلا يومي ومفكر عضوي. وفي هذه اللقطات أو في هذه الفقرات التي سأقرأها سأطل بإطلالة على فكر هذا الرجل المناضل الذي فقدناه والخسارة الكبيرة التي منيت بها حركته وشعبه وأصدقائه. يقول في هذه المقدمة: تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على أنها السيد الأول في منطقة الخليج حيال الأطراف الخارجية الدولية وحيال الأطراف الخارجية الإقليمية، وفي هذا السياق لا تستثني الشأن الداخلي، حيث تدرس كافة نقاط الضعف الموجودة في دول المنطقة بدءا من هشاشة النظم السياسية وعزلتها عن الجماهير وانتهاءا بأوضاع العمالة الأجنبية. فخلال السنوات الثلاثة مارست المزيد من الضغوط على القوى المحلية الحاكمة لتصحيح الأوضاع السياسية، وتدخلت في كافة الشؤون الداخلية، بل وتعمل على ضوء التعنت السلطوي على أن تكون المرجعية للمعارضة الوطنية والديمقراطية وبعض الدول الإسلامية في المنطقة للاستقواء بها في مواجهة الأسر الحاكمة، إلى الدرجة التي خلقت لدى البعض تصوراً بأن واشنطن ستقف إلى جانب قوى التقدم أو المعارضة السياسية في المنطقة في مواجهة الأنظمة الحاكمة. ولعل النموذج الكويتي وموقف السفير الأمريكي هناك دليل ساطع على صحة هذا القول.
فالولايات المتحدة تريد الإمساك بكافة الخيوط الحاكمة والمعارضة لتتمكن من استجلاء المستقبل والتحكم بزمام تطور الأحداث درءاً لتكرار التجربة الإيرانية. ولا يزال الهاجس الأكبر لدى الولايات المتحدة هو السيطرة على النفط من المصب إلى العائدات، ليس فقط للتحكم بهذه الثروة الاستراتيجية وتقوية مركزها التفاوضي مع حلفائها الإمبرياليين، وإنما أيضاً لحل كثرة من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها في الوقت الحاضر، وخاصة في ميدان الصناعات العسكرية. هذا الكلام كتبه ونشره في عام 1994، وكأنه يقوله الآن عن أوضاع السياسة الأمريكية والخليجية. وليس غريباً على الإمبريالية الأمريكية انتهاج هذا السلوك النابع من مصالح الاحتكارات الرأسمالية الأمريكية التي تسعى جاهدة للسيطرة على الأسواق والموارد الخام والمفاصل الاستراتيجية في العالم. فهذا شأن الصراع الدائر في العالم الذي لا تحله ولا تخفف منه الدعوات الطوباوية، ولا يمكن أن تطمس حقيقته راياته حقوق الإنسان والديمقراطية التي ترفعها الإدارة الأمريكية بين الفينة والأخرى. وينتقل طبعاً، لا أقرأ كل المقدمة لأنها طويلة ولا أريد أن أثقل عليكم، ولكني سأركز على هذه الجمل ربطاً بما نعيشه اليوم وبما قاله هذا الإنسان. كانت الولايات المتحدة ترى بأن العلاقات الثنائية العسكرية والأمنية بينها وبين كل دولة من دول المنطقة على انفراد على أرضية الاستقلال الكامل لكل واحدة منها، ودون تشجيع للتعاون والتحالف بينها أو تقوية أشكال التعاون الممثلة في مجلس التعاون الخليجي، وبالمقابل الاحتواء المزدوج لإيران والعراق وعبر تهميش العراق وإشغاله بهمومه الداخلية وإخراجه كلية من الساحة السياسية والمتابعة النشطة لتطور الوضع الإيراني والتدخل المستمر في شؤونه الداخلية. كما ينتقل إلى الجملة التي نعيشها الآن، أيضا تلتزم الموقف الأمريكي في العديد من المناسبات، وتتصرف واشنطن دون اكتراث للقرارات الدولية كما جرى في عملية قصف بغداد عام 93 بذريعة المحاولة الفاشلة لاغتيال بوش الرئيس الأمريكي. وأختتم في هذه الفقرة فقط. وتبقى الكارثة الحقيقية هي في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي، هذه الدول التي رأت في الولايات المتحدة الحامي والمخلص المرتجى، وبالاستناد إلى حمايته ترفض كل تطور كونها تعتبره السبيل إلى زوالها. وتحت وهم الحماية الأمريكية فإنها تتعنتر وترفض التقدم خطوة إلى الأمام في المشاريع التي وقعتها منذ بداية الثمانينات للوصول إلى الولايات العربية المتحدة، كما عبر عنها الشيخ صباح الأحمد عام 82. وشهدنا في السنوات اللاحقة لحرب الخليج الثانية بروز قطر بالأدوار الشاذة، سواء في العلاقات مع إيران أو تفجير المعركة السياسية بعد الصدام المسلح مع المملكة العربية السعودية على منطقة الخفوص، وأخيرا تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقيات لمده بالغاز الطبيعي من حقل الشمال ضاربة عرض الحائط بالمشاعر القومية لشعبها وللأمة العربية، مدعية بأن ذلك ينسجم مع مصالحها الخاصة. وتبقى كافة المشاكل معلقة بدءا من السياسة الوطنية والعلاقات مع الدول العربية التي تأثرت كثيرا بالحرب الأخيرة ومشكلة النفط كمية وتسعيرا، والجنسية والعمالة الأجنبية ومشكلة التعليم ومسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان والتقدم خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالوحدة الاقتصادية أو السياسية الخليجية، في الوقت الذي يتطور العالم باتجاه المزيد من التكتلات الاقتصادية والسياسية الضخمة. أكتفي بهذا القدر وأرجو الرحمة لفقيدنا الغالي العزيز عبد الرحمن النعيمي، وشكرا. واستكمالا في ذات الرؤية التي كان عبد الرحمن النعيمي ينظر خلالها، يقول: اللعبة التي شاهدناها في القرن المنصرم
بين الأسرة الحاكمة في البحرين والإنجليز نشاهدها الآن بين الأسرة الحاكمة نفسها والأمريكان، سواء بوعي أو بدون وعي، حيث يروج البعض بأن الشيعة لديهم أجندة خاصة يريدون الاستيلاء على السلطة، مما يثير مخاوف لدى السنة الذين يعتبرون الحكم الحالي ضمانة لهم من الحكم الشيعي، وذلك تزييف حقيقي للصراع في مجتمعنا. نفيدكم العلم بأنه في ذات هذه اللحظات التي يلتئم جمعكم لتأبين المناضل الراحل عبد الرحمن النعيمي، يقام أيضا في ذات التزامن حفل للتأبين في العاصمة اللبنانية بيروت، يقيمه رفاقه أعضاء المؤتمر القومي العربي ضمن نشاطات أعمال المؤتمر. الكلمة التالية للتأبين تتفضل بها الدكتورة خديجة صفوت من السودان لتأبين المناظر الراحل، فتتفضل. ثم نقل إلى البحرين التي كان قد حرم منها طويلا، إلا أن ثرى
وطن أحبه عبد الرحمن كثيرا وعاش ومات من أجله. سوف يضم رفات عبد الرحمن ظهرا وحنو أكثر مما عملته الحياة. كما قال أحد الأصدقاء المشتركين في عبد الرحمن أن ربما السعي لعبد الرحمن النعيم وربما إتمنى لما يعتمد بالوطن العربي، مشيرا إلى ما يسمى بالربيع العربي. وربما اطمأن لما يعتمد بالوطن العربي، وأقول وأتصورني أعرف عمق عقله وقدرته على التحليل والجدل أن ربما ذهب عبد الرحمن قلقا علينا أيضا شيئا ما، فقد كان عبد الرحمن حريا بأن يدرك أن كل الأمور قد تمت تفضي اليوم إلى كافة الاحتمالات، وكل شيء قابل اليوم إلى التأويل والتأويل المضاد والأيام حبالة. وهذا ما يجعل عبد الرحمن في هذه اللحظة يجعل غيابه شيئا قاسما للقلب، لأننا نحتاجه أكثر من أي وقت مضى كما احتجناه دائما. وأتقدم لكم بعزاء جميل ولأهله وأصدقائه وكل من أعرفه ومن تعرف عليه فيما قال وما كتب من فكر رائع ونير، وأشكركم. العميقة والمعبرة. يقول عبد الرحمن النعيمي وهو قد عمل على ذلك: لدينا قناعة بأن من يريد الحقوق لا بد أن يقدم التضحيات. الكلمة التالية لتأبين الراحل يتفضل بها الأستاذ يوسف عزيزي، صحفي من الأهواز العربية. السلام عليكم أيها السادة والسيدات. يا راحل وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا وفي لك قلبي وهو يحترق. أبو العباس النفيس. الأخوة يعني تطرقوا إلى أبعاد مختلفة من شخصية الراحل سعيد سيف عبد الرحمن النعيمي أبو أمل أبو خالد، لكن حصروه في العالم العربي، بل هو تجاوز هذا العالم وأوجد علاقات مع أشقائه العربستانيين. ويمكن أن نصفه أن علاقاتي كانت من عربستان وإيران إلى السودان ومن ظفار إلى المغرب، فذاع صيته في الأهواز. التقيت به في مثل هذا الشهر سبتمبر أيلول عام 1995 في الشام، أول مرة مع صديقي أبو رؤوف، زرته في بيته، وأول ما جلب نظري مكتبته العاملة، وأنا يعني أخذت في ذهني
أن هذا الشخص ليس سياسي فقط، بل هو مثقف ومنظم، ومن القلة من السياسيين أن يعني هم لهم يعني إيد في الثقافة، وعبد الرحمن كان أحد هؤلاء القلة، كان يعرف الأدب والشعر والرواية، وكانت مكتبته العامرة مليئة من أنواع الكتب السياسية والأدبية والاجتماعية. في نفس اليوم لما تحدثت له عن أحد كتبي الصادرة في طهران باسم القبائل والعشائر العربية في عربستان، فرأيته يعني مبتهجا، وسألني هل يمكن أن نطبع الكتاب باللغة العربية هنا وننشره؟ قلت له ليش لا، واخترع عليه وقام بهذا الأمر. هذه خدمة قدمها ليس لي بل لشعبنا العربي الأهوازي في عربستان. وأيضا استمرنا في التعاون الثقافي والفكري والسياسي، حتى نشر مني كتاب آخر هو إيران بين الشمولية والديمقراطية. فكان يشاركنا همومنا في إيران كعربستانيين نعاني من اضطهاد قومي عنصري مغيد. فشعرت بزيارتي له بأنني وجدت رافدا جديدا وسندا قويما لقضيتنا الأهوازية. فهذه أول لقائي به، وفي الواقع انبهرت بشخصيته السياسية الثقافية، وإنسان مناضل ومفكر ومنظر وناشر، وهذا معناه أنه يعمل في مجال الثقافة يعني ذات أبعاد، وهذه نقطة مهمة قل ما تحصل بين السياسيين. كما أسجل نقطة أخرى عن مواقفه المشرفة، تعاطف وتضامن مع زوجتي لما كانت تبحث في دمشق عن ابنها، ابني أفنان عزيزي الذي تم اعتقاله في مارس 2007. فكان أبو أمل جاي من البحرين ليسافر إلى المغرب وساندها وقام بوساطة لدى بعض المنظمات الفلسطينية وبالتحديد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للعثور عن أثر عن ابني، وساعد زوجتي في تلك الظروف الصعبة عند النظام الأمني القمعي في دمشق. ولم تنسى زوجتي مواقفه الإنسانية لما كانت تبحث عن ابنها من سجن لسجن في غير وطنها. كما هو الوحيد، وأجزم بهذا، من مثقفي العالم العربي، أو هكذا أنا أتصور وأتصور أنه صحيح، الذي تطرق إلى موضوع اعتقالي بعد انتفاضة شعبنا العربي الأهوازي في نيسان 2005 ضد النظام
العنصري الحاكم في طهران الديني الاستبدادي. وقد كان آخر لقاء لنا عند زيارتي للبحرين للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان في نوفمبر 2005 بدعوة من الأخ رفيقه وصديقي عبد النبي العكري وزملائه، وكانت فرصة حيث زرت مكتب حركة وعد وأمينه العام المعتقل حاليا المناضل إبراهيم شريف. فبرأيي أن أبو أمل كان مناضل عصامي متعاطف مع نضال الشعوب الإيرانية وخاصة الشعب العربي الأهوازي في عربستان، وكم كان مشتاقا لزيارة عربستان وإيران عامة. وتحدث لي مرات عن تأثير الحركة الوطنية الإيرانية واليسار الإيراني بالتحديد على الحركة الوطنية البحرينية في الخمسينات والستينات، وخاصة دور حزب تودة في تلك الحركة. فقد حاول قبلي في علاقات مع أصدقائنا الأهوازيين والعربستانيين في الشام، وقبلها في ظفار وفي اليمن وهكذا. نحن هناك تيار نناضل من أجل الفدرالية في إيران من حزب التضامن الديمقراطي، من شخصيات مستغلة، مركز مناضلة العنصرية ومعاداة العرب في إيران. نعلن عن تضامننا مع نضال الشعب البحريني والنهج الذي سار فيه المناضل أبو أمل من أجل الديمقراطية والحرية وإقامة مملكة دستورية يملك فيها الملك ولا يحكم. وهذا شعار الحركة الوطنية في إيران في الخمسينات عندما طرحت هذا الشعار الجبهة الوطنية الإيرانية على الشاه في الخمسينات، الحركة الوطنية بقيادة الدكتور محمد مصدق حين طلب من الشاه أن شاه سلطنتكن أدنى حكومة، يعني أن على الشاه أن يملك لا يحكم. وهكذا الآن الجماهير البحرينية تطالب بهذا الأمر. وأما كلام المنقول عن أبو أمل في 1994 حول إيران، في الواقع الأحداث التي تتالت من بعد 94 والقمع الذي شهدته الجماهير الإيرانية من الحركة الديمقراطية المعارضة المعروفة بالحركة الخضراء في 2009 والوجه القبيح والدامي للحكام المستبدين الدينيين في إيران، وأيضا غم الشعوب غير الفارسية من عرب وكرد وترك وتركمان وبلوش. أتصور إذا كان أبو أمل الآن حي كان تغيرت نظرته نسبة لهذا النظام الشمولي في إيران. على كل أنا ما أطول عليكم الكلام، بس أيضا أختم كلمتي ب الشعر من الشاعر الإيراني العظيم حافظ الشيرازي، غزل اسمه ظهرت أكفانه. مطلعي بالفارسي يقول شاه شمشاد غدان، شاه شمشاد غدان خسرو شيرين دهنان، كبمشغان شكنت قلب همي سف شكنان. الترجمة للغزل: هذه الذرة في الشمس تدور مثل ما أنت على الأرض تدور،
وعلى أثر نجومي عبرت تسبح الريح وتلتف البدور. سحرا كان الذي كان وغد ظهرت أكفانهم وهي تمور. قلت من أي بلادي أقبلوا ولماذا دمهم فيهم يفور. غال دحنك الذي أبصرته غدر العالم ستر وظهور. والسلام عليكم. شكرا للأستاذ يوسف عزيزي من الأهواز العربية. المتحدث التالي أيضا من الأهواز العربية وهو أيضا صديق ورفيق للمناضل الراحل عثمان النعيمي، فليتفضل الأستاذ محمد جابر لتقديم كلمته التأبينية. عبد الرحمن العيني، أبو أمل، سعيسي، رفيق الدرب والوالد والصديق بابتسامته الجميلة. لقد حاضرتنا وأنت الحاضر فينا. لا زالت كلماته تداعب أذني منذ عام 1980 حتى يومنا هذا. كان لي رفيقا مثابرا في إسهاماته الحزبية، ومرجعا خصما رصيد هائل من الأفكار والذكريات التي صغلتها خبرته الطويلة من أجل البحرين والوطن العربي. فكان الوطن بالنسبة له قيمة لا تعلو عليها قيمة، وجوهر هنا الصبر والإيمان بالمبادئ وقوت الشكيم. لقد ترك الراحل أثرا لا تمحو السنين من ذاكرة الجميع، وكان متواضعا ومحاورا يحترم محدثه وصاحب رأي سديد وحكيم متابع نكابة القضايا العربية. وقد قادرنا ونحن أحوج ما نكون إلى عطائه. كان صاحب قضية إلا وهي سمعته الطيبة وحبه للوطن التي نعتز ونفتخر بها جميعا. بعدنا أمدنا بفكر قومي تقدمي، وأمتلكنا بتمثلنا بفكرة العظيم رؤية واضحة للتطور والارتقاء على قواعد الوحدة الوطنية واحترام الرأي الآخر. إن مسيرة حياة الراحل المناضل عبد الرحمن النعيمي كانت مليئة بالمعاني والدلالات النضالية الكبرى، بما يستجيب لتطلعات أمتنا العربية في تحقيق أهدافها. قادرتنا وأنت على أخذك ووفائك، فعهدا لك أن مسيرة العمل القومي التقدمي لن تتوقف. سنحبها كما أحببتها، سنمنحها الحياة كما منحتها، سندعو ونحرص ونقاوم بكل ما تحمله قلوبنا من نبض وحيوية وعطاء في سبيل تجديد ذكراك. وستبقى ذكراك الجميلة في نفوسنا أيها المناضل المثابر عبد الرحمن النعيمي. وشكرا جزيلا. شكرا. يقول النعيمي: يمكننا أن نشاهد اليوم ما يقوم به الأمريكان، حيث أنهم يضعون أنفسهم مكان البريطانيين سابقا، وكأنهم يدافعون عن مصالح الشيعة في المنطقة. هي كثيرة ما يعبر عنه، كثيرة ما يجسده، وكثيرون هم رفاقه، ومنهم أيضا رفيقه المناضل البحريني الذي سيأتينا الآن وسيضيف على ما تفضلتم به الأستاذ المناضل إبراهيم كمال الدين من جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، وهو أيضا ساهم في تأسيس الجمعية بالاشتراك مع جمع من المناضلين بقيادة المناضل النعيمي. فليتفضل
أستاذ إبراهيم كمال الدين. أيها الرفاق، أيها الإخوة، أيها المناضلون الذين عرفتم مناضلا حبيبا إلى قلوبكم، أخا لكم وصديقا ورفيقا، هذا الإنسان الذي جسد المقولة المهمة في نضال الشعوب، ألا وهي أن النضال هو السلوك، وجسد بنضاله السلوك وكان نموذجا في سلوكه ونضاله، حيث جسد هذه القيم التي حملها منذ أن انتمى إلى العمل السياسي في شبابه، جسد هذا السلوك في وطنه البحرين حيث لم يفرق بين الشيعة والسنة، حيث كان الإنجليز دائما يضربون هذا الاسبين لتفريق الوحدة الوطنية، لتفريق مناضلينا في البحرين. وأضاف هذا المناضل وحدة وعزما لشعب البحرين، وكأنها الصدف التي تلتقي على هذا الدرب مع أستاذي ويعني معلمنا ومعلم شعب البحرين الأستاذ عبد الرحمن النعيمي، الأستاذ عبد الرحمن الباكر، وكأن اسم عبد الرحمن يتكرر في مسيرة نضال شعب البحرين، عبد الرحمن الباكر الذي جسد بنضاله وحدة شعب البحرين ورفع المطالب حينما فرق الإنجليز بين شعبنا بين سني وشيعي، وحدهم في أهداف نضالية لتحرير البحرين من الاستعمار البريطاني واستقلال القضاء وتأسيس دولة عصرية ديمقراطية ودستور عقدي، ولا زلنا حتى الآن نطالب بهذه المطالب التي رفعها عبد الرحمن الباكر والتي رفعها عبد الرحمن النعيمي. كان مثالا محبوبا لذا جماهير شعبنا في البحرين، والآن الموادم تتتالى والقرى تتتالى في وتتسابق في إقامة حفلات التأبين على روح هذا المناضل الذي فقده الوطن، وكم جسد بروحه وأهدافه القيم العربية النبيلة حينما احتضن في قلبه الدافئ القضية الفلسطينية وقضايا كل الوطن العربي. وكل من زار بيته وتعرف على هذا الإنسان يشعر بأنه جزء من قضية من القضية العربية. كانوا الأحباب في العراق يلتقون في منزلة في الشام وكأنه منزلهم ويحتضنهم ويحاورهم كرفيق من رفاقهم ويحل قضاياهم، والأخوة في عربستان كان يحتضن قضاياهم وهمومهم وكأنه جزء من هذا الهم، وأخوتنا في السودان كان ملما بكل تفاصيل الخلاف والحزبي وكذلك الخلاف والصراعات التي دارت في السودان، وكم كان ينبه في التقارير التي كان يرفعها المؤتمر القومي عن حال الأمة للمخاطر التي يتعرض لها الوطن العربي، وكم كان يبشر بأن مستقبلا باهرا يعني فجرا باسما سيطل على هذه الأمة، وها نحن نشعر الآن بالخطوات التي بشر بها عبد الرحمن النعيمي في إقامة وطن حر وديمقراطي تعددي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وتكون فيه الحرية، ويشعر كل مواطن في هذا الوطن الكبير بالعزة والكرامة التي نفتقدها في وطننا. وكم جسد بكلماته وخطاباته وكل تطلعاته بالحالة التي تعيشها البحرين الآن من مآسي
وأزم خارجي ويعني انتهاك إلى أبسط حقوق الإنسان وتعرض كل المواطنين إلى الأذى بالهوية عن الهوية، وكم كان يحذر عبد الرحمن النعيمي من الفتنة الطائفية والتي استطاعت السلطة أن تضرب أسفينا بين الأخوة المتحابين والمناضلين القدماء الذين عرفتهم الزنازن والسجون، وخلقت أسفينا فيما بينهم للتفرقة، واستطاعت بالفعل أن تنجح في هذا. ولكن يعني دعوات عبد الرحمن النعيمي كانت دائما هي السد الذي يعني كاد أن يودي بانهيار هذا الوطن. ولا زالت شعارات عبد الرحمن النعيمي عندما كان يتحدث عن هذا الدستور الذي غدر به وأوتينا بدستور غير متوافق عليه، كان يقول عبد الرحمن النعيمي: نضالنا من أجل دستور عقدي ديمقراطي ليس مطلبا سنيا وليس مطلبا شيعيا. وهذه كانت تتحرك في المسيرات التي شهدتها البحرين، وكانت الوحدة الوطنية والشعارات التي جسدها عبد الرحمن النعيمي موجودة في كل الشعارات، رغم أن المرض غيبه، ولكنه كان يحمل الهم العربي. ويعني الصدف يعني هي التي جعلت عبد الرحمن يتنقل في يوم في هذا الأسبوع الذي أصيب به من عمان إلى دمشق إلى القاهرة إلى المغرب، حيث أصيب في المغرب وعاد إلى الجزيرة العربية السعودية ونام هناك في المستشفى مرميا عليه حتى وفاته، وانتقل إلى البحرين. ولكنه هذا الإنسان بقى يعني ذكراه لكل من يزور البحرين من المناضلين والأخوة الذين تعرفوا عليه. وهذا الإنسان يعني لم يحمل الهم القومي والوطني فقط، بل كان يحمل الشعور الإنساني العام. وكم شكل هو ورفيقه ورفيق دربه عبد النبي العكري مجاميع وفي العالم لمساندة قضايا الأمة العربية في صراعها مع التخلف ومع الدكتاتورية ومع الاضطهاد. فكان عبد الرحمن النعيمي نجما ساطعا فقدناه في السماء العربية المتلهمة، تحية وإكبارا لرفاق دربة الذين لا زالوا يتذكرونه، وسيبقى وستبقى ذكرى عبد الرحمن النعيمي كما هو مخلصا لكل أحبابه ولكل قضايا التي رفعها منذ انتمائه السياسي حتى الآن. ستبقى هذه الذكرى يعني عزيزة على الجميع. رحمك الله يا عبد الرحمن النعيمي، ورحم الله كل المناضلين من أمثال عبد الرحمن النعيمي الذين جسدوا النضال في سلوكهم اليومي. وشكرا لكم وشكرا على حضوركم. كثيرة هي الكلمات، مليئة هي التعابير التي تجرد ذاكرة المناضل عبد الرحمن النعيمي. سعيد سيف، أبو أمل، أبو خالد، الذي رحل جسدا لكنه خالد نضالا وعملا وفكرا. شكرا لحضوركم الغامر بحضن الوفاء للنعيمي. تصبحون على أمل. الحمد لله.